إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. أيتما دي السماء بركات غنوال نول. إذا القصة والمسرحية التي هي من نسيج الإدارة المغربية والأمن المغربي، اللي هي ما كترتقيش القصة أو القصوصة ولا شيء ملحمة ولا شيء حاجة، ومازال الكذب والبهتان و تزييف الحقائق. إذا العنوان تاع اليوم هو المحامي زهراش، اللي هو محامي تاع القيم الأخلاقية، واللي هو إنسان ضد الوطن وضد الشعب وضد الملك محمد السادس وضد القيم الأخلاقية. لماذا؟ لأنه يدافع عن الناس اللي هما كيشتموا وكيسبوا الوطن. وكاين هنا محمد تحفة اللي كتعرفوه، اللي هو بنادري وكبر كيشوف العيالات عريانين، حيت في واحد السمي وهاد المسائل راه هو اللي تيقولها وكيدلي بها. وراه عندي حجاج دامغه، وهو كيضرب البندير لان ما شبع على شيء يشبع عليه. و كاين نور جينو حتى هويا، كاين محمد السادس حيت هو ملك البلاد والعباد، وكاين واحد الملكيه امل بوسعاده، وهذا راه صراع ما بين الملكيين، حيت كاين صراع اللي هويا داخل البلاط ديال الاجنحه، ومتاع شكون اللي غيحكم شكون، وشكون اللي غيسير شكون، وشكون اللي عنده المصداقيه. وهذا الصراع شكون اللي غادي يبقى مع العهد الجديد، مع هادو كيتصارعوا على المهد على العهد الجديد، وغادي يبداو تبدا الحلوفه تقصي ولادها. اذا هاد زهراش محامي نتاع الفاسدين والمفسدين، وهو يا هو اللي مثل نور جينو، محامي ديال نور جينو، ودابا راه المحامي ديال تحفه، غادي بتحفه حيت تحفه ما كيعرفش يهضر وما كيعرفش القانون، وحنا كنعذروه ما كيعرفش القانون حيت اللي كبر في البراكه ووالديه ما اعتنوش به، ما يمكنليش يعرف القانون. اذا غادي نتسنطوا ليه هو وتحفه تلميذ ديالو، راجعين المغرب، راجعين المغرب، وهما راه ما مشاو شاي حيت يحطوا شكايه، راه مشاو حيت عندهم ميعاد، حيت راه صيفطوا لهم اوراق. ما تصنتوش شاي الحاجب وما تصنتوش زكريا المؤمني، وزيدوا عليهم حتى فريد بوكاس. هاد الهضره ديالهم هادوك راه ما كيناش، وخصهم يعودوا النظر ديالهم الى قلبهم ولا درحهم في شحال ما كيبينش وجه الشعب. شغلهم هذاك، هادو راه عندهم ميعاد، عندهم ميعاد، وهما كيشهدوا باللي راه حطات بهم دعاوي وشكاوى وشكوى، وراه مشاو ومشاو راه مشاو غيقضيو بعض اللحظات، غيباتوا غيتغداو غيتعشاو غيتسراو وغيمشيو عند المحامي ديالهم، والمحامي ديالهم غيمشيو عند الامن. واش كتعرفوا شي محامي في الدنيا غتمشي عنده باش تحط دعوه بواحد السيده وكذا وكذا غير الوقت باش تشرح ليه؟ راه خصك اولا تاخذ معاه ميعاد وتمشي وعاد يتصنت لك وعاد تحط ليه الحجاج وعاد ترجم، خصك تجيب معاك مترجم الفيديوهات حيت ماشي مغربي هذاك وما يهضرش بالدارجه المغربيه، وعاد ياخذ المحامي ديالك ميعاد مع الامن القومي. الامن راه ما يتصنتش واحد جوج المغاربه، فهمتيني، واحد داخل باسبور امريكاني واحد باسبور مغربي، ما غيتصنت لهم شيء، راه كاين ميعاد. هذوك راه دولة الحق والقانون، هذوك راه اولا المواطن اللي كيخلص ضرائب. اذا القضيه فيها ثلاثه الاسابيع اربعه الاسابيع مينيموم، المينيموم. انا واحد النهار تسرقت لي لابارتومون ديالي في نيويورك، كنمشي عند البوليس، كنمشي عند البوليس انايا، وكتقول لي السيده اش واقع لك؟ تنقول لها راه لابارتومون ديالي تسرقات ليا وراه عارف شكون اللي سرقها ليا. كتقول لي شوف انا راه خصني حجه بلي تسرقات لك لابارتومون. وكتقول لي كيفاش؟ كتقول لي غادي تمشي قدام ديال الدار ديالك ولا من الدار ديالك وضرب التليفون باش حنا غنسجلوك. راه كاين واحد الحاجه كتسجلك، دابا انت ما كتهضر معايا راه كتسجل هاد الهضره هادي، ولكن هذا راه قانون، مساطر قانونيه، وغتم تما غضرب التليفون وغيسمعوك الناس وغيضربوا لشي طوموبيله ولا طاكسي اللي كدور نتاع البوليس، وهما غيجيو عندك. شتيها؟ وكان رجع عندك البلاصه وكان هضر في التليفون
وكيجيو ربعه نتاع البوليس، حيت كاع الطلبات نتاع البوليس اللي في السيكتور غادي يوقفوا. و تيقولوا لي بلا ما تمشي للبوليس ديبوزي بلانت، بلا ما تمشي للمحكمه، راه تسرقات لك الدار سي فري، راه شفناها، ولكن ما عندكش شي حجه، عندك شي كاميرا في الدار؟ قلت لهم لا. قال لي ما عندكش حجه، راك انت اللي سرقتيها لراسك وبغيتي لاشيرونس. سدات نصرانيه، هذول ما كيتلعبوش، راه هذه راه ماشي الكوميسي ديال في المغرب تعطيها 4 دريال ويمشي يقبطوا شي واحد، لا راه هذا الشيء ديالهم، هضره نتاع الدريه السوق كيكرون. نزيدو دابا غنتسنطو ليهم ونحقوا ما شهدت به الاعداء، احنا غنتسنطو ليهم وغنسمعوا اش غيقولوا وسميتو، وهنا غادي تعرفوا بلي ان دوك الجمهوريين المناضلين راهم خارج التاريخ والزمان. الهضره ديالو برا عارفين اش كيديروا، ولا در روحهم شي واحد ولا قلبهم شي واحد، فهمتيني؟ داك الشيء نتاعهم راه ماشي هو هذاك، راه الانسان العاقل تيفكر. ما يمكنش محامي يخلي الخدمه ديالو في الرباط ويجي، راه من تما راه الناس اليوم بهذا التليفون هذا كيشراو القصوره في الشينوا والجابون، الناس كيتزوجوا في التليفون، كتصيفط واحد الكابيني في شي بلاصه وكيمشي لهذاك نتاع العقار وكتشري عماره وكتعطيهم غير النيميرو نتاع الكونت ديالك وكيهزوا الفلوس، وكتعلم المسؤول على الكونت ديالك في البنك ديالك، كتقول له راه غتخرج واحد 17 مليار حتى ما خرجش الضريبه، والشعب المغربي غير مكلخون، وغدا غيدخل عليه ولد عكاري وغيقول لي من اين لك بهذا، راه غادي نشري في الشينوا، حيت ما عندهاش علاقه مع الشعب المغربي، وما غيردوليش المخيرات ديالي، وكتشري وكيفوتوا الفلوس وكتخلص لك هنا 32%. سدات نصرانيه، علاش غادي تمشي حتى للشينوا باش تشري دار؟ واش كتعتقدوا محمد الحسن محمد الخامس غيمشي يشري الجزيرة ويبني على الجزيرة ويوقف عليها هويا، ولا يسافت شي مرضى يوقف عليها، ولا يسافت زهراش؟ لكن دي زافوكا محامي دولي كيمشي، راه تزوجوا المغاربة في المغرب وهرب الراجل ومشى محامي كيمثل ديك المرأة ولا كيمثل داك الراجل، راه كاين حاجه كتسمى العلاقات الدوليه، علاش كتسمى القانون الدولي والبحار الدوليه والعالم الدولي وطوج دولي؟ ومن كيجي غادي يمشي حتى لتمانيه، غيتلاقى مول البراكه مع مول الكابين نتاع المحاماه في العاصمه باش يحطوا بواحد خيتنا ومن البيرو ديالو، ويهضر في السكيب بحال اللي كنهضر معاكم. واش دابا انا نجي عندكم وديوركم، نجي عند 700 واحد لدارو ندير عطار عطار، راه مشات الفترة نتاع عطرت، فهمتيني؟ دابا دخلنا في واحد العالم، أنا كندخل معاكم في ديوركم، يلاه، بحال هكا غادي يدخل غادي يهضر مع كابيني وغادي يهضر معاه ويقول ليه القصة هكا، وبحكم هو تيقرا كيهضر غير بالعربية مهرشة، هاد المحامي زهراش، شتي هاد السميت هادو ماشي نتاع ولاد الأسر الكبار، شتي، ما بغيتش نقول شي حاجة عاوتاني يتقلقوا ولاد الفقر، فهمتيني؟ المستوى كيطيح، النيفو كيطيح، فهمتيني؟ ومن الكابيني ديالو غادي يطف وغادي يجبد الوثائق وغيديهم حيت مكتوب هو غير بالعربيه، غيديهم شارع علامة عبد الله غير حداه تمانيه، ويطلع البرومير ايتاج سميتو ولا الدوزيام ايتاج، كنت كنمشي ملي كنت صغير مع با كيتسمى واحد خينا عند بن عبد الله، هذاك الموثيق اللي قرا في او دو نيميرو دو روي دليل في باريس في واحد المدرسه ديال المعهد ديال لانستيتي نتاع لانستيت اوريونتال، شتي ها شتي، حيت كنت كنمشي ليها وفي البلاكه هو قرا فيها، ودخل انا كنت كنمشي عند باه يامات ملي كان هو مازال تيقرا في باريس، وعرف شو كيفاش قراو كل شيء، ويترجم الوثائق بالانجليزيه ويجي يعطيها للسكرتيره ولا للسكرتيري، على المحامين كيديروا السكرتيره باش كي سميتو تعوض سميتو يعطوا شي نتاع الحنان وداك الشيء، فاكسي داك الشيء ساك 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 يخرج عند المحامي، والمحامي يمشي يدير الاجراءات، يمشي عند البوليس ويمشي حتى للمحكمه. دابا هما راه مشاو عند البوليس، تسمع لهم البوليس ايه، وكان يديروا يمشيو للمحكمه، غير رجعوا عاوتاني يمشيو للمحكمه ورجعوا يمشيو للاستئناف ونقطوا الابرام ومحكمه تاع لوكسمبورغ. هذا فيلم ماشي، حطات بهم دعوه وجاوا يلبيو، شتات نصرانيه تحفه تحفه، تبعته وحده وغادي يتبع، علاش ما رفعش دعوه بكاع اليوتيوبرز اللي كيشتموه؟ علاش؟ كدير في
الدعوه في المانيا بحاجب اللي خرج عليه معلومات، كذب عليه دعوه. علاش ما داش المحكمه زكريا اللي كان بغى يدير ليه شي حاجه في كندا؟ غير حداه والخرين والخرين والخرين، علاش ما رفع دابا حتى شي حاجه؟ هادشي كون جاتو شي شويه كيكا مع ريوسكم نزيدو نتسنطو عليهم. اليكم من جديد وبرفقه طيبه، بلا شك انكم غني عن تعريف الاستاذ زهراش الوطني والغيور وعلى غيور على كل شيء. الوطني غادي نبينو الوطنيه ندير طاييو غيور على بلاده، وانا فخور جدا بتغير على بلاده. احنا غنشوفوها مره اخرى، والمفاجاه كما قلنا لكم دائما من قلبي قبرص، من قلبي قبرص اللي سمعنا بزاف ديال الهضره باننا الى وصلنا سوف يتم اعتقالنا، سوف يتم الزج بنا في السجن، سوف انتم عارفين كلام طويل ياك استاذ زهراش. وصلنا بالامس لقبرص على الساعه 9 صباحا. دابا تشوف هادو تقول لهم راه بحال لا، عاد نوريهم المنظر الخارجي، نوريهم المنظر الخارجي. وصلنا الساعة 9 صباحا، المطار ديال قبرص مطار جميل رغم صغر حجمه، وكان الأمور كلها مرت بسلام. وصلنا للفندق حوالي الساعة 10، استحمينا مع راساتنا، درنا مع راساتنا، يا سلام قضينا واحد اليوم جميل جدا. فإذا بنا تنتفاجئوا بالمدعوة آمال بوسعادة كتقول لك ودي تم يعني اقتحام غرفتنا ياك ديال الفندق. واحد ما كيضرب البيرة باردة الشمة فيهاش الكشكوشة سونترال، ياك سونترالية مزيانة. واش عمركم شي واحد كاين ناس في نيقوسيا غفلونا وشدونا السي زهراش نعس بالكومبلي ديالو، نعسي بكوستيم ديالك، تنعس بكوستيم. قلت لك على ود البصمات العين انت تعتقل في المطعم. سي زهراش ناعس مفركس هذه، وانا انا مفركس ويلي، هذه قضيه هذه يعني سبحان الله العظيم. انا استغرب والله، استغرب كثيرا الكذوب ديال هاد الناس، ما كيبغيش يدخل ليا راسي، ما كيبغيش فعلا. مشينا لعند البوليس ولكن مشينا بوحدنا وما مشيناش كمشتكى بهم، مشينا حنايا قدمنا شكايات بهذه المدعوة آمال بوسعادة، اللي أعتقد والله يعتقد يعني أن المرأة بهذا الكذوب اللي فيها تعاني من اضطرابات نفسية يعني حادة. واحد اللي عنده اضطرابات نفسية راه بحال الدري الصغير كيكرون، ما كيشتكوش به الناس، ما تقبلش الطيرة من الأمريكان وتبقى معك القضية ب 6 مليون ما بين الماكلة والشراب والتاكسيات والوطيلات باش دير شكاية. اش من ضرر لحقات بك المرأة؟ راه خصك تجيب خبرة من عند طبيب في الميريكان، وانا ولد البسيكولوجيا والسيكولوجيا، بلي لحقات بك ضرر اضطراب نفسي، ما بقيتيش كتقيم باش تحط بها شي. اش قلت لك قول لينا شي حاجه، عطينا شي حجه، شي دليل، لا انت لا المحامي، بلي انت لحقات بك ضرر. القضاء راه بحجج دامغه، يو هاف تو شو ذم ذا فيزيكال ايفيدنس. على انت غير ود البراكه. شوف اذا كان عندها اضطراب نفسي راه ما كتحكم شي، راه هادي اللي عطاتها المحامي ديالها، راها ما كتحكمش. اذا انت ما عندكمش مشكل انتم هنايا، نكملوا معكم. يعني استقبال اكثر من رائع في الكوميساريه، وعندنا الصور اللي غيوثقوا ذلك مزيان. وعاوتاني مشينا، هي ما عرفاش باننا درنا لايف على الساعه يعني 12، مشينا تغدينا انا والسي زهراش واحد المكان جميل على شط البحري، واكلنا مما لذ وطاب من سمعتوا وقتاش وصلوا للوطيل، وسمعتوا وقتاش مشاو ودخلوا، غيخرجوا مع 12 يكونوا في الريستورون. بمعنى غير دخلوا عند البوليس بحال دخلوا عند البوليس في العكاري وقال له شتي داك خينا راه مول الفخر والحاج قدوره بالقدوره، وغيخرجوا.
بالزربه البوليس زيد من الاسماك و يومنا جميل جدا سارينا عاوتاني فيه مزيان. السيده الفيديوهات اللي كانت تدير تتسب تتقذف في العرض ديالنا وفي الامهات ديالنا راه كاملين عطيناهم للبوليس وداروا واحد المحاضر جميله جدا. وحنا ما كنقولوش هضره خاويه امير بوسعاده، حنا كنقولوا هضره عامره. والخبار غادي تجيك، الخبار غادي تجيك غدا، حنا ماشي بعد غدا ولا الشهر الجاي ولا منين ندخلوا، الخبار غادي يجيك غدا باذن الله تعالى. راه غدا هادشي كان كيهضر البارح، غدا راه هي اليوم. يقول شنو طرا شنو طرا، غنسربيو لان الفيديو غادي تيبان لي كيضربوه السي زراش. عطاهم عطاهم الفيديوهات، عطاهم لهم بالشلحه. الله يحفظك. بمعنى راه البوليس غيترجم دوك الفيديوهات. ماشي فقط في كي كأسد اليوتيوب. الله يكبر بك. خصو يعرفوا في السفر ويعرفوا في المواقف. في المواقف حتى في الجلوس. تحية لكل حتى في النوم. المتتبعات والمتتبعين لقناة تحفة الشو ولكل الأصدقاء والصديقات ديال الأستاذ زهراش وديال الأخ تحفة واللي انشغلوا علينا بالأكاديم اللي حاولت تروجها اليوم أمل بوسعدة من قبرص واللي مع كامل الأسف عاود تقاسمها معها المدعو فرحان دريس بإيطاليا. كل ما في الأمر أنه منذ دخولنا للمطار بالأمس وتأكدت الأكاديم ديالها كتذكروا على أنه قالت بأنه أصدرت واحد العدد ديال المذكرات اعتقال وتوقيف. انا جاي انت قلت لك كاينه مذكره البحث والترقب. انا مذكره اعتقال. اذا كيتذكر الجمهور ديالك والناس على انه اون فوا غادي ينزل للمطار غير بالبصمه ديال العين غيعتقلوني. صحيح. هي ما بقاش بعدا الاعتقال ديال المطار. هذه اول كذبه وهذه اول حاجه. وهذا الشيء علاش صورنا احنا الخروج ديالنا من المطار وركبنا في الطاكسي وصفتنا رساله للعالم على انه ما صدر عن هذه السيده واللي اعتمدت وكاله الانباء الجزائريه كان كذبا في كذب. هذه الاولى. النقطه الثانيه، الامور تمت بسلاسه، جينا دخلنا في حالتنا وصلنا مع الصباح نوجنا ارتحينا سيرينا درنا بروموناد بجانب الشاطئ في لارناكا الجميل وقضينا الليله ديالنا عادي. استيقظنا في 9 صباحا لان كان عندنا معيد مع المحامي ديالنا مكتب باباغينوس على الساعه 10 صباحا 10. وذاك كان المده الزمنيه ما بين لارناكا ونيقوسيا تقريبا نسمح من ساعة. لأن المسافة 90 كيلومتر على طريق السيارة وطبيعة الحال السرعة محدودة. داكشي خدينا تاكسي حدانا عيطنا له وأدينا ليه 60 أورو. مشينا عند المكتب المحامي ديالنا بطبيعة الحال عقدنا اجتماع طرحنا الأمور اللي دايور كان لنا تواصل من قبل معاه، كان هو المكلف بالقضيه ديالي اللي كانت دايره هنايا ضدي واللي على كل حال المسار ديالها ان شاء الله غادي في افق يكون لصالح ديالنا لانه كل ما قامت به من اجراءات. سمعتها تحفه؟ سمعتها حاجب وزكريا الممري؟ زيدوا عليكم حتى فريد بوكاس وزيدوا عليكم حتى فسحه. اش قال؟ هي هذا محامي ديالو فاش من دي قبل حطات عليه والقضيه غادي تكون في الافق. بمعنى القضيه ما بداتش اليوم، راه بدات في الماضي وحطات شي حاجه ووصلتو عليها من بينات الناس مضات على الاستدعاء. إذن هذاك الهضره ديالكم ما يمكنش تصيفط وما كاينش محكمه دوليه ولا اقليميه ولا جهويه. ديك الهضره ديالكم انا ما كنعرفش علاش نتوما مناضلين ولو كاع تكون كتكذب.
وهي ملكيه وتكذب كاع. ولكن راه هادو راه اعداء الوطن، هادو راه اعداء الله واعداء الشعب واعداء القيم الاخلاقيه واعداء الاسلام. وانا كنقولها لهم يمشيو للمحاكم الدوليه، يمشيو حتى عند قاضي السماء. هذا راه واقع ونثبتوا. انتم واش كتثبتوا انتم يا خرجتوا كتصفقوا معاهم، مشيتوا في نفس الخندق مع الجلاد ديالكم، ياك ما وقعت لكم هذيك نتاع اسميتها نتاع الدار البيضاء ولا نتاع مراكش ولا هذاك الكومبلكس نتاع اسميتها ساندريوش ولا ساندروم ولا شي حاجه سوندرا، واحد بنت زوينه سوندرا نتاع ستوكهولم، هذيك اللي وقعت لكم حتى اليوم عاد وقعت لكم. ايوا خصكم تعتذروا للمتتبعين ديالكم بلي هاتو راه التينيميات، راكم ما كتقولوا والو، راه ما عندكمش مصداقيه، عندكم الحق تقولوا نتوما جمهوريين، ولكن ما عندكمش الحق تقولوا نتوما مناضلين. ها السيد وسمعوه مزيان اش قال. ساعة لأن المسافة 90 كيلومتر. اسمع على طريق الصيام وطبيعة الحال السرعة محدودة داك الشيء، خدينا تاكسي، تاكسي حدانا، عيطنا له وأدينا ليه 60 أورو. نعم. مشينا عند المكتب المحامي ديالنا بطبيعة الحال، عقدنا اجتماع، طرحنا الأمور اللي دايور كان لنا تواصل من قبل معاه، كان هو المكلف بالقضية ديالي اللي كانت دايرة هنايا ضدي، واللي على كل حال المسار ديالها إن شاء الله غادي في أفق يكون صالح. ملي كيقول واحد الإنسان في اللغة العربية وفي الدارجة المغربية وفي الذاكرة الجماعية نتاع ولاد الشارع إن شاء الله، بمعنى إن شاء قد يشيء الله وقد لن يشيء، بمعنى القضية عندها مسار. راه دار كلمة نتاع رانايا. سمع فرد بوكاس دليتي بشي شواهد ودرتي لا كومونيكاسيون، إذا درتي الكومونيكاسيون خصك تقبضها وتعرفها وتحللها، حتى لو دلا كومونيكاسيون ودوك الشواهد اللي درتي حتى أنا راه عندي بحالهم، فهمتيني؟ غير أنايا عندي في الدماغ ما عنديش معلقين في شي بلاصة باش نوريهم لواحد الموشخ كان تيكريسي عباد الله وضربوا واحد خيل حتى بدا كيبول في سروالو، وكنقول السمية ديالو اللي هو دريس فرحان. أنا راه ماشي مع لا مع الجمهوري، وديما تنقول لكم أنا ماشي مع جمهوري ماشي مع ملكي، أنا بوحدي بوحدي، حيت لا خير فيكم وعارفها من النهار الأول. وسمعت اش قال؟ قال لك إن شاء الله، وقال المسار، ما قالش القضية تحسمات تحكمت على كانت مانية من دي قبل، علاش؟ حيت حطات به وكتخرجوا نتوما وكتكذبوها وكتدرحوا معكم الناس اللي متبعينكم. راه خصكم تقدموا المعذرة وتقولوا للمتتبعين ديالكم بلي راكم غلطتوا وبلي راكم ضعاف في اللغة العربية والتكوين ديالكم ضعيف، راكم قريتوا غير في المدارس المغربية وانا كنعرفها هنايا. ديالنا انه كل ما قامت به من اجراءات عن طريق المحامي ديالها مع كامل الاسف اللي شفتوه حتى هو في واحد الفيديو انا غادي نرجع ليه فيه تكذيب، يعني عقدنا لقاء مع المحامي ديالنا وانتقلنا للامن. وسمعتوها اش قال؟ لا كرونولوجي، التوقيت كيلعب دور مهم في مسائل نتاع الاجرام ونتاع الجنايات ونتاع المحاكم. اش قال؟ قال فقنا مع تسعود ديال الصباح، قال تسعود ديال الصباح خدينا تاكسي غير حدانا وخلصوه ب 60 اورو، 60 اورو راه هي 700 ديال غدا 700 ديال الدرهم، هذه راه تيقولوها الحموشي، بمعنى كيبينوا ليه الفاكتور عندنا خصهم يردوا فلوسهم وغتخلصوا هذا الشيء الشعب المغربي. راه الاخطاء نتاع الاداره المغربيه ونتاع الامن المغربي انتم كتاديو الثمن ديالو، هما كيديروا كيغلطوا وانتم كتاديو الثمن، زيد وغتخلصوا حتى على ولد مول البراكه. شتي فين الشيء؟ علاه كنقول لكم الخراب راه جاي من الداخل، النظام كيتهرش من الداخل مزيان، وغيمشي قال لك فيها ساعه المكانه في طريق السيار 90 كيلومتر، هي راه ماشي ساعه، هي راه ساعه و25 دقيقه واخا في الطرق ديال الالمان. ها وغيمشيو عنده وغادي يهضر معاه على القضيه وغيشرحوا ليه مع العشره،
عقلوا على مع العشره كانوا عنده وكيشرحوا ليه، راه ماشي غندخلوا جلسوا في البيرو كيبقاو يشرحوا ليه، راه غادي يجلسوا وغيتسنى وغتجي لوتيست ولا المستضيفه ومن يكون عنده حد وعاد انتي مزيان تصنتوا. مدينا حد عند البوليس، مشينا حنا بدينا عند البوليس صحيح، لان كاين شي حاجه ضدنا مشينا نشكيو بها وكنقول لك امل بوسعاده حنا راه شكينا بك، شكينا بك عند الامن ديال قبرص وتلقاو الشكايه ديالتنا ونتي راكي عارفه مزيان شنو وقع لك هاد العشيه، لي فيديو اللي درتي واللي توقفوا كما توقفوا لك القنوات ديالك مع طرف اليوتيوب، توقفوا لك اليوم جوج ديال باقي القنوات، باقي القناه ديالها خدامه. نعم كتبتي فيه على العالم كتقولي بانه تم اعتقال هنا، لا تم المداهمه، يا يا المداهمه ديال الغرف ديالنا في الفندق على الساعه الخامسه صباحا، هدف 70 نومه وباش يفيق الكريره الحاج يونس والزوجه الكريمه ديالو يقولوا كيفاش فاك الكريمه هنا ويوريكم كيفاش كنفيقوا. انا كنفيق مع الفجر الحمد لله، وكان كابر معاه السي محمد رجل ذو مواقف، ذو مواقف ويعني انسان خاصة لما كيتكلم بلونجلي واحد اخر قارف كولومبيا يونيفرسيتي القيه العربيه ديالو كنضرب الحيط وقعد رجع حضور المحامي ديالنا عند الناس ديال الامن. بالمناسبه هي كانت عملت شكايه ضدي هنا في قبرص كتقول لهم بانه راه حاول يقتلني ولا كشي، ولكن بلا ما يستمعوا ليا بلا ما والو، ورجعي راه كتقولي بينهم سدوها لراسهم الامن، سدوها الا سدوها لراسهم الراسهم ما سولونا كل كذب، لان المسار ديال الرحله السابقه عرفوه من الارنكة للمكتب المحامي للمحكمه للامن للمسجد للمكتب المحامي. ها هو عاوتاني كيدلي بالشهاده ديالو وتيقول عرفوا المسار السابق منين جا من المطار لمكتب المحامي عند البوليس المسجد، كيشهد بانهم كانوا تابعين المخابرات باش يعرفوا فين غادي يمشي. اذا هو كيدلي بلي كاين شي حاجه، راه كاين شي حاجه اصلا اش كيدير تما نيا، انا راه سبني العالم كامل ما غنمشيش لديك المدينه فاش كاينين نطلع نقول لهم طوج طوج على كار واش تنصرانيه، راه كيدلي بحجج وعاود تكررها الاولى نقدو نقولو غير غلط، راه باقي ما شكر عاد بدا البيره ديالو، راكم شفتو البيره غير هو ما داروش فيها هذيك لاموس، على هو جا من المغرب ما كعرفش ما قارش الدروس نتاع البيره، خاصها تكون فيها لاموس هكا 4 نتاع الصباح باش تكون باش تبقى هنايا. بغيتي تبان هنايا نسيت مزيان الاماكن اللي زرت انا في قبرص اللي هي في الحقيقه بالمناسبه دوله تستحق الزياره وتستحق يشوفوها المغاربه والمغربيين. واش نزوروا الدوله ولا نزوروا البلد؟ ثبت معانا عند الناس ديال الامن ديالهم استمعوا لينا في الشكايه ديالي وحكيت لهم العلاقه كيفاش غتبدا مع هذه السيده منذ النيابه ديالي في الملف ديال مراكش اللي كانت طلبت المعلومات ديالو ورفضت وتهجمات عليا، واللي بان من بعد الخلفيه والسبب ديال علاش بغات ذاك الملف بالضبط اللي خاص بما بواحد القضيه اللي كنت كانوا فيها في مراكش، وبطبيعه الحال حكيت لهم كل الامور اللي كانت كتقوم بها ضدي وكيفاش غيوصل الذروه ديال الهجوم ديالها عليا لما تاق فيا نور زينو الممكن. هذا راه محامي، هذا راه محامي وتحكم طلبات ليه يعطيها مسائل من الناحيه القانونيه ما خصهمش يعطيها ما عطاهاش وتهكمت عليه، وهو محامي كبير في مراكش ما داهاش للقضاء وما مشاش لقبرص حتى هي داتو، واحد خير تهجم عليك وخصك دير كونتراتاك، لا حتى مارك البيت وعاد انت غدير كونتراتاك، ما كتسماش كونتراتاك. واش الناس اللي قراو القانون غيفهموا فين كاين الخلل؟ انتم اسمكم الحموشيين، بغيت نقول الجمهوريين علاه انتم ولاد الحموشي ما تفهموش هذه المسائل هذه ديالي. انوار الثعماني المقيم بملقا واللي دخل المغرب وقدم معطيات دقيقه على كيفاش هربت وهبه خرشيش من المغرب
بإعاز وتخطيط من المدعو محمد زيان نقيب السابق ديال المحامين بالرباط، واللي أدير من أجل ذلك بالأحكام النهائية قطعية، واللي كطالب هي اليوم بإطلاق الصراح ديالو باش يمكن لها تسكت، ولكن هي غادي تسكت بالقانون وغادي تسكت. سمعتوا؟ هذا راه ماشي محامي، هذا راه ماشي محامي، واش عرفتوا اش قال؟ لا نتوما اليمينيين ولا المرجئه والمعتزله حتى اهل التصوف، اش قال؟ هو غادي يدخل، عنده معاه مشكل حيت غادي يدخل نور زينو الشا اللي داه الواد ساكن في ملاقا، واللي هو من تيجي وجو، ما عندناش حنا تيجي وجو، حنا عندنا تيجي نتيجكا، اه وتيجي نتاشت، هما عندهم تيجي وجو، هذا اللي هو جزائري غادي يجي وغادي يجيو الصحافه العالميه المغربيه، ما غيحضرش المهداوي وبقى فيه الحال، اهيه وغيقول لهم كيفاش هاد المحامي النقيب السابق وما بغاش يقول وزير العدل ولا وزير الحقوق لا انسانيه نتاع الحسن الثاني، ديما تيقولوها شي باش ما يبينوش الحسن الثاني كان غلط، وهو ديما كان في حياته غلط، اها غيقول لهم كيفاش وغيديهم ودخلاتهم من هنايا وخرجها من هنايا وخرجت لاسبانيا ومن اسبانيا طلعت للامريكان، غيقول بمعنى هاد الشهاده ديالك زوينه عجبتني، علاش؟ المخابرات المغربيه الداخليه والخارجيه والحموشي والبلوشي والقلوشي ما عرفوهاش كيفاش خرجات، واو عليها داو النقيب للسجن وحكم جنائي قطعي، بمعنى قطعوا ليه الترمه ديالو ولا رجع لا رجعات فيه، مزيان ايوا. ديما تنقول لكم في التحليلات ديالي المخابرات كيعتمدوا على الزوامل وعلى القحاب وعلى الفقراء، شتي، والحكومه شاهده به اكبر محامين المملكه المغربيه، لك الله يا وطن، غيجي واحد شد وداروا ليه الميكروات، علاش ما مشاش وديتيه والمساطر القانونيه عند الامن القومي وياخذوا وتحطوا دعوه بالسيدة المذكورة أعلاه، ما درتوها شيء زيد، باش ما كتهضر كتبين بأنك محامي محنك، زيد سنطاليك ما قامت به تجاهنا لأننا حنا ما عندنا علاقة بهذه المسائل، هذاك السيد عنده مشكل مع مع القانون الجنائي أدينا من طرف القضاء وبطبيعة الحال راه كيقضي العقوبة ديالو، مين دخلت نور زينو للمغرب باش يقدم شكاية ونهالت عليا وهي مجموعة قدم شكاية اليوتيوبرز ومجموعة من الناس اللي كيدعيو بين قوسين المعارضة في حق المغاربة بما فيها هذيك السيدة المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتقول لي أنت الرئيس ديال المثلية والمثليين، واللي بطبيعة الحال إن فوا قلناها الآن ناس ديال الأمن تار انتباههم هذه القضية لما تشكله من خطورة وتهديد على أمني وسلامة هذا العبد الضعيف. دابا هنا راه كيخلط، راه اللي قالتها الأمن المثليين راه ماشي هادي، راه هادي اللي في الميريكان الضابطة القضائية اللي كانت كتجيب النقط مزيانين كل عام، راه هي، علاش ما تجيش الميريكان وتحط بها دعوة؟ كنت تحت ما دعوة راك تدخلت في الملفات هنايا، راك تدخلت في العرارم يا ولدي، وباسماش كتدخل نور زينو، شكون اللي عطاك الحق باش تدخل نور زينو؟ اين وكيل الملك؟ اين قاضي؟ اين محكمة؟ اين واش الملك اللي عطاك؟ شكون اللي عطاك باش تدخلو وبطريقة غير شرعية؟ إلا دخلتي علاش عطيتوه الذهب؟ علاش؟
وكيف يعقل كتدخل واحد الانسان وكتهضر على واحد الانسان بحال انت محامي، واحد الانسان جاي يشهد واحد الشكوى، والسيد بالعمس القريب قال بلي الملك ديالك فيه البارطيه وما نقدرش نقول حتى انا كنحشم وعندي قيم اخلاقيه عاليه. وها راه ما كاينش في التاريخ نتاع الانسانيه ما داروش حتى الكبرانات في جزيره الوقواق تبولوا على العالم نتاع المغربي، هذاك العالم اللي ديور يور فريفو ها تبول على العالم نتاع المغرب، وقال على المرأة المغربية الشريفة إلا ما عندكش مرأة تكون عندك تكون عندك أمك، أش قال عليها؟ بزاف ديال الحوايج قال عليها وقال عليها إيه، وقال على الشعب المغربي والقبيحة كاع ولد الجزائر وماشي حتى راجل بحال ولا تيجي وجهو دري صحابي غادي يسب وغادي يشتم القوات الملكية المساعدة وغيمشي وغيطلع في الجزيره مع الجزائر وغيشهد في القضيه نتاع المغاربه اللي غيضربهم بالكبرات بالقرطاس، وانت هذا كامل غادي تدخلو، وهذوك الفيديوهات مازالين تمانية عنده في القناه، نتوما اللي عطيتوه الدب من الخزينه العامه نتاع الشعب المغربي، فاهم من لاكيس نوار، انا عارفكم ماشي من وزاره الماليه من لاكيس نوار، اها راه باقي كيديروا الفيديوهات ديالو سب وشتم المغاربه، إذن علاش كتهضر؟ وهذاك اللي جالس حداك راه هو اللي قال على الملك سب الملك ديالك إلا كنتي ملكي، ها؟ وكتقول الله الوطن الملك راه شتم المغاربه بعدا، قال المعاربه شعب ديال الزوامل ومتاع القواود والإنسان غير يدير على ظهره بالفلوس، وراه قالها لصاحبه تحفه هذاك اسمو هذا تحفه والآخر حاجب. لكن حجيب ماشي مناضل ما عمرو خرج سميتها خباها كيحترم المساطير القانونيه، نسيت وقال على الملك ملي كتخمج القضيه اللحم كيخمج كيهزو ملي كيخمج اللحم كيهزو الملك، راه ما كتقالش هذه القضيه هذه على الملك ديالك، الملك إلا كانت فيه شي بليه وإذا ابتليتم فاستتيروا، حنا كنحتارمو ولكن ملي راه كاع الناس ملي كيديروا الجنس راه في الاخر من داك لاجيكيلاسيون والتستر القذف نتاع المني والإنسان تيلقى واحد السعادة واسميتو، وهذاك راه خنز المني من معين ماهين ها، ولكن باش يشتم به واحد الإنسان الملك ديالو راه كيضرب من المقدسة هاد التحفة هذا، الملك هز هز حيت خنجو هزو، اش ميتها؟ الناس ما كيهضروش على المؤخرة نتاع الملوك، راه ما كدير شاي، وانت جالس حداه وكتقول مواطن وكيهضر بالإنجليزية، حنا اللي كنهضرو بالإنجليزية ما كنشتموش الناس، راه اللغة نتاع شيكسبير والشيخ الزبوبير والزبيرة راه ما كنشتموش الناس، راه أول كتاب تكتب نتاع الديانات راه تكتب بالإنجليزية، صافت زوينة الحلاوة شكر. وكيجي ولد البراكه وكيشتم من البراكه كيشتم مول القصوره غير غادي الملك ديالنا وكيبني في القصوره وكيجي ولد البراكه كيشتم فيه وانت جالس حداه، اين قيم اخلاقيه كتتكلم عليها انت؟ اين قيم اخلاقيه كتتكلم عليها؟ واش عرفتي شحال من محامي كان قبل منك وكاين دابا وكاين وغيكون بعدك؟ حتى واحد ما قدر يتجرع يجيب واحد مثلي ولا اخر شبه مثلي زعما كيدير داك الشيء، هذه اللي زوينه فيه يستتيروا، راك الكلام ديالك راه كله غلط، واش كتعرف بلي انت غتحاكم على هذه القضيه هذه؟ راه انا نديك للمحكمه نتاع القيم الاخلاقيه اوي وباسم جلاله الملك، وكاين حجج دامغه وباقا كتشركيني على هاد التحفه هذا اوي، إذن ما تلعبش محامي، راك ماشي محامي، واخا كدير البدلة، ليس من داق الهوى، ولا هذاك اسمه عالم، ها؟ ولا من قرأ الكتابة فاهم، راه والو، راك غير في المدرة واحد المجتمع، كون كانوا رجال، ملي قال هذيك الجملة ما غيكملهاش، غيديروه في الصندوق ويديوه للسفارة في واشنطن دي سي، ها؟ نتاع الديسير، ويديروا عليه فيروس ديبلوماتيك وحل عينو عند الحموشي، ولكن الحموشي ماشي رجل حتى هو خائن،
راه كاينه 700 شكايه ونص محطوطه عليه، ولا غير اللي كيخدم الفساد كتسدوا عينكم عليه. الفيلم تاع المفسدين راه غير سالي، غير كثروا منها باش تطيح ديك البراكه. ونظرا بخصوصيه المجتمع المغربي، ونظرا للمكانه ديال الدين الاسلامي من ناحيه الدستوريه، من ناحيه ديال مجموعه من الرغم من تنصيص الدستور، قال لك من ناحيه الدستوريه ومن ناحيه نتاع المجتمع المغربي الاسلامي غادي يدخل زينو. اش قال زينو؟ عطينا شي كلمه قالها زينو، والعداله طبقاتها والقضاه طبقوها والمساطير القانونيه وداك الدستور اللي اعتمدتي عليه طبقها. اش وقع ليه؟ اش وقع لهذوك الناس اللي دار بهم دعوه؟ شنو هي؟ عطاوها فلوسها واش دات فمها؟ واش 3 المليار؟ انا كنظن غيعطيوها اكثر من زكريا المؤمني، وغيعطيوها اكثر من حاجب، راهي كانت ضابطه وخوها حتى هو ضابط، وعائله كلهم كيخدموا في البوليس مع النظام وكيعاونوا النظام، وهي ملكيه حتى النخاع، وهي ملكيه اكثر منك واكثر من سيدي الحموشي. وهذاك اللي معاك كان عندها في الدار ديالها وخاين، كلا وشرب وعطاتو ما عمرو لبس تيشيرت ولا قميجه ديال بصح عطاتها ليه. تعرف العائلات ملي كيعطوك شي كادو كيعرفوا الالوان وكل شيء. ما عمر ولد البراكه عطاه شي واحد شي هديه، ايوا عطاتها لي حتى هي خائنه نتاع الشعب المغربي. اش ندير لكم؟ نقول لكم خوانه، انا راه ما كنتيق في حتى شي واحد، انا كنتيق غير في راسي. نشوف هذا هذا مزيان من الارض ديالي، هذا الدوله الامريكيه ما كنتيقش فيها، الارض ديالي وديال الكاميرات على الارض ديالي اللي مشي يديروا لي شي حاجه. عندك زين قال لك الدستور المغربي والدوله الاسلاميه، انا ما كنعرفش فين هو الاسلام في المغرب. راه الا كان شي واحد مسلم وكيامن بالله راه هو علي ولد العكاري، ما كاينش. انتوما كاع جيب لي شي سيرتيفيكا بلي انتوما مسلمين، عندكم شي سيرتيفيكا؟ شكون عطاها لكم؟ مشيني فيها انايا؟ ما مشينيش فيها، اذا انتوما ماشي مسلمين، قلبوا لكم على شي بلاصه واحده اخرى. الحريات الفرديه بطبيعه الحال انا ما نبتش عليه كمثلي، ولكن نبت عليه كانسان كان مغررا به، وبطبيعه الحال كانسان تم الاعتداء عليه، هو محاوله توظيفه في صراعات ديال الاشخاص اللي كانت عندهم. استاذ اسمع، هذا راه محامي قال لك قال لك ما نبتش عليه كمثلي، نتبت عليه كانسان مغرر به غرر به. شتي الكلمه نتاع الحسن الثاني راه ما واكلاش، الحسن الثاني ما كانش في المستوى، راه انا اللي ولد البلاغه واللغه العربيه. سندوز على الجمهوريين اللي ما قارنش الكسله، غرر به. واش هو مغربي؟ واش هو باهم مو كيخلصوا الضرائب في المغرب؟ لا، هو جزائري. علاش قلتي غرر به؟ راه مبني للمجهول، راه ماشي مغربي، راه ما خرجش من الطبون ديال المغربيه. غرر به، غرر به، ها هما يا الجمهوريين غرر بهم، ودخلهم المغرب وعاود خرجهم وشوف واش غادي ديرها. اذا ما جلسوش على الزبه. شوف راه انا ولد القانون، وقانون القانون اللي ما تقراش نتايا ولا غيرك، والسيكولوجي والسيكولوجي البسيكولوجي والزبدون نتاع القانون. غرر به، راه هي كلمة قلتيها راك قلتها. كلكم في المحاماة وكلكم الناس عندهم البشر والماستر ما خليتهمش يقراو يدخلوا المحاماة. علاش؟ حيت انتوما غيموت لكم الحوت وبغيتوا تهيمنوا عليها وديروا المونوبول، حنا هما المحامين الكبار. واش محامي كبير نتايا؟ انت دابا غير في جملة مفيدة، ثلاثة نتاع الجمل كلهم غالطين من الناحية القانونية. غرر به، لماذا تستعمل مفرد ومصطلح غرر به؟ من غرر به؟ ولن يكون ليس مغربيا اصلا. غرر، وحتى واحد ما غرر بهذا، حتى بهذا الجمهوريين لم يغرر بهم. وحدين اصحاب قضايا مع النظام، والاخرين يدافعون عن كلمه الحق. من يدافع عن كلمه الحق ويقول هناك فساد، هناك استبداد، هناك ظلم وجور في البلاد، لم يغرر به كيقول كلمة الحق.
غرر به شي واحد اللي غلط. محمد السادس غرر به وقالوا ليه راه الا مشيتي مع جمهوريه الطج والرج وطبعتي معاهم غادي نحميوك وغنفعلوا لك وغنديروا لك ونجيبوا السفاره الامريكيه ونحطوها في الصحراء وما قد حتى شي واحد يضرب شي قرطاس تما حيت حنا غنمشيو ليه حيت السفاره ديالنا قد تسمى في القانون الدولي ليكستراتيريتورياليتي شغل القانون الدولي. انا غير في العمر حنا رجال متغربين وجزوا من القحم حاكمين البلاد هذه هي المعضله. الملك غرر به وحتى انت غرر بك من الناحيه القانونيه غادي كتدافع على شي حاجه وما تنساش راه غدا في المحكمه نتاع ولاد الشعب راه غتحاكم اوي زون تصنتو لك القاضي علاش حتى لا نطيل على الناس هادشي ان شاء الله كله غادي نحطو لهم في المحضر احطو لختك قالك تحطو لهم راه حنا كنعرفو الكلمات يعني هي دابا غادي تخرج في روايات عديده ولذلك انا كنظن اخي السي محمد من المفيد جدا المتابعين للقناه ديالك يعرفوك واخدين اليوم غادي تقول لهم راه خرجوا كفاله ورحلوا منين كملوا غير اللي راه الترحيل كيكون من الكوميساريه للمطار حنا راه مازال نساراو ومازال غنساراو غدا ومازال غادي ندير لك شي فلوقات من هاد يقدر يرحلوك القضاء كيرحلك وكيعطيك ورقه وتيقول لك عندك 48 ساعه ولا 24 ساعه ولا 60 ساعه اذا كان عندك ممتلكات كيعطيك حتى 3 شهور باش تبيع الممتلكات ديالك ولا عندك اوراق باش عندك فلوس في البنكه باش تهز فلوس ديالك راه حنا ولاد القوانين راه انا كنعيش في المهاجر الغربيه برمتيها ماشي انت ولد البركه انت في امريكا وباقي عايش في الدل ديال البركه كتاكل الحوت وكتبري وكتوريه حيت يمكنلكش طيب الحوت في البركه غتحرقها والناس كيسكنوا في البركه ما عندهمش حق يديروا تامين اش تامن في البركه عمكم شي واحد كيبيع الذهب في البركه ما كاين غير يامن له الذهب ديالو كطلعوا فين ما كاين شي موسخ كيطلع يعيق على ولاد الشعب الملك الجميل اللي وسختي انت ولا كيبان ولات كتبان قبرص وكانه سبيطار ديال ها هو دابا ولا كينوب على قبرص حنا مازال غنساراو غدا وان شاء الله حتى المحضر ديال الشرطه ان شاء الله غادي يتم ان شاء الله غادي يوصل غادي نحطوا للناس يشوفوا لك فمك بالسلامه لا تفضل 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 ماشي من كما كيقول الصحفي السي عبد العزيز الرماني تحيه له تحيه للسي عبد العزيز الرماني ديما قطع جوج يقول قطعت لك فمك بالسلامه على كل حال تم انتباههم هذه المساله هذه واللي عطيتهم الحجه والدليل على ان واحد الجوقه ديال عباد الله كيرددوا ديك القضيه ديال مول بياس اللي خرجتها هذيك السيده اللي في ميريكان ووضحنا لهم المشكل اللي تطرح بالاخبار الزائفه اللي نشرت ديال المذكره ديال القاء القبض وكذا تم الاستماع كذلك الاخي اللي غادي نتكلم محله بطبيعه الحال لما تحفى هدر وقال لهم الواقعه اللي دارت ليها البنيته ديالو تهمت بنتي بانها جتي بسباليوني للدار وبانها كيفاش كتلا رياكسيون ديال الناس اللي كانوا كيستمعوا لينا في الشكايات انا والسي محمد تحفه. دابا اي واحد عاقل نشوفوا الزمان نتاع هاد الاحداث هاد السيده اللي هي امل اللي هي ملكيه هي ملكيه بمعنى انسانه ظالمه وجائره وضد الشعب وضد الوطن ايوا بحالها بحالهم تهكمت على الاستاذ زهراش هو في مراكش وكيما من بيع وما مشاش للقضاء ما جاش الطياره ومشى راجل ومشى تحفة غتهكم لي على البنت ديالو ما بين هاد الفتره وهادي راه ماشي في نهار واحد ماشي في شهر واحد ماشي في سنه واحده وغيبقاو حتى يتجمعوا بجوج غيجمعوا شي واحد كيصوب السيناريو وغادي يقول بلي بنتو كتدخل السبريوني فين المشكل هنايا جيب شي حجه بلي لحقات بك ضرر في السيكولوجي ديالك ما بقيتيش كتقيم عفا على اي الملكيين راك عارفهم ما كيقيموا شي ها ولا ضرر لحقاتو ببنتك واش انت عندك شي بنت اللي عندها 25 عام 30 عام باش تدخل السبريوني واش كتجيب دلالات راه القضاء ما كيتسنش البوليس فاسميتو راه عندك ميريكان وانت راك ميريكاني
وبنتك في الارض نتاع الميريكان، والميريكان راه غيجيبوها لها هي لا قبروش، حيت المدرسه الامريكيه راه صعيبه وما كيفرطوش في الابناء ديالهم، وغتمشي لواحد الحجره صغيره كيكره في الدخله ديال اوروبا وتشكي لهم على بنتك. المستوى ديالكم طايح بزاف. على انت ولد البراكه ما يمكنش ترتقي، انت دابا راه بديتي كترجع للبراكه ديالك رويدا رويدا رويدا. مشينا عند البوليس بالمحاضر، والله ما صدقوا انها كتخرج من فم ديك الهضره، ما صدقوهاش. قدمنا بها شكايه، ما جا عندنا حد، ما اعتقلنا حد، ودير هذا الكلام اللي كتقول حتى هو غادي يسلموه للمحامي ديالنا. تم تسليمه، تم تسليمه. اسمع اسمع، هذا راه محامي وهضرات فيهم وقالت فيهم، وعاد قال لك غيسلم هذا الكلام للمحامي ديالو. الاخر ولد البركه غيقول له لا راه عطيته، الا عطيتيه راك انت وياه، راه غير شوفك عطيتيه، راك انت غير ولد البركه وقت خدام في لوطيل وكتسرق منه البارطيات. هو راه محامي، المحامي راه ماشي كيفكر دابور وكيبارلي ابري. كيفاش عطى؟ الا عطيته راه غيكون المحامي هو اللي قنن وصوب داك الشيء، وقد هذه اولا هذه ثانيا وهذه في هذه القضيه، وجيب داك الشيء يطبقوا مع المحامي ديالكم وتعطيو داك الشيء، ولا غادي عاوتاني ترجعوا عاوتاني مره اخرى. نسيت، عجبكم الحوت؟ ما عجبكمش داك الحوت ديال البحر نتاع مراكش وديال والبحر ديال اسمت هذيك هذيك الحفره ديال فاس، حتى هما عندهم البحر داك ما زوينش. والله عطيني وجهكم، التناقضات عندكم كثيره، باش ما كطولوا باش ما كديروا، وجمعوا طويو وشنو ضربوا البره وقولوا ما يديروا فيها لاموس، باش ما كطولوا باش ما كديروا الاخطاء. هما رجعونا مع الفجر وجانا ديال الامن هنا في قبرص، قالوا لنا ودي بما الله يعمر لهم الدار وغادي نحطوا لهم التصاور. كتقيسكم عليك بها قولوها لنا ولا بعثوها عن طريق المحامي ديالكم. بطبيعه الحال قلت لهم ودي هاد السيده موضوع عده شكايات بالمغرب، ما يفوق على 20 شكايه، وعندها عده مذكرات بحث، وهاد المعلومه ديال انها موضوع مذكرات بحث تلقيتها بشكل رسمي. واش مع الاخ نتاع لا جيريديكسيون تاع داك الارض مع المغرب؟ اش كتقول لهم؟ واش كتقول لهم بلي ان القضاء المغربي ماشي في المستوى؟ الى عليها اكثر من 20 قضيه نتاع بحث وكل شيء وملفات، والقضاء ما حبسهاش وما هرسلاش الدرقوم ديالها وما داهاش للسجن، بمعنى هذا القضاء ماشي في المستوى. واش كتعرف اش كدير ولا لا؟ واش بصح نتايا؟ انا عارف قريتي المحاماه في ايامات نتاع غير 3 سنين ديال سميتو، ولكن راه والقانون تطور، نسيت القانون تطور وانت ما تطورتيش. هذه الاشكاليه اللي كتطرح على سميتها، هذه كتسمى لو سيكلاج. الطبيب، المحامي، القاضي، الناس، اي واحد قرا شي حاجه كيخصو ترو سيكلا، يتطور يتابديتا. خيت خيت، انا عاد دابا كنعرف علاش المغرب متخلف. زون سنتوليك صفتي كمحامي بكتاب كانت قد قدمته للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة السنة في مراكش، والذي كان أجابني مشكورا من هذا المنبر على أنها موضوع مذكرة بحث. خلاصة القول أقول على أنه من قال لك موضوع، قالها لي وكيل جلالة المملوك بأنها موضوع قضية بحث ولا شي حاجة. شنو اللي كتدخل المغرب؟ شنو اللي كتدخل المغرب؟ رجعوا عباد الله على الفيديوهات ديالها قدام المحكمة. كاين واحد الفيديو شفتو قدام المحكمة باش تدي واحد خينا للسجن اسمو عبدو الريفي، والاخرين سيروا شوفوا راه ديما في المغرب وديما واقفة في الشارع، وكانت غادي يمشي واحد المحكمة بحال كاع الملكيين. مؤسف جدا، من المؤسف جدا أن يتحول بعض المغاربة والمغاربة، أن يتحول هم قليل على كل حال، كتسمع محسوبين على رؤوس الأصابع، أداة في يد
المخابرات الجزائرية وفي يد الوكالة الأنباء الجزائرية في صراع مغلوط يريد النظام الجزائري به أن يلهي شعبه ويلهي المنطقة عن مستقبلها الحر. احنا بالنسبة لي أنا والله القسم، وهذا الشخص اللي هدايا، هذا الأخ الكريم اكتشف فيه أخ كريم وقيم عالية على أنه هادشي ديال أمل بوسعادة ما زعجنا ولا يزعجونا. يزعج وهي يزعج وهي، ولكن المؤسف أن يتحول بعض المغاربة كأداة من أدوات الآليات ديال النظام الجزائري الذي يسيء للمغرب، كأن يعتمد هذه السيدة أو هذاك السيد اللي مع الأسف ما بغاش يحشم، ما بغيتيش الثقة السي فرحان على أنك لهنا في الجملة هذه في هذا النسق هذا كنت تستعمل غرر بهم، هادو خص تقول غرر بهم هنا وغنقبلها منك، ولكن انا ما قلتيها شيء. وفي هذا النسق هذا كمحامي وتحب البلاد والعباد كنت ترفع بهم دعوة قضائية ولا خرجوا من شي بلاد لشي بلاد يتوقفوا في الطيارة، توقفهم لانتربولوش اش ميتها؟ لانتر هذيك انتربولوش نتاع العالم انتربول، هذوك غرر بهم. لكن علاش ما درتوها شي؟ علاش؟ علاش؟ نتوما كديروا حرب ماشي في البلاصة، علاش غديروا حرب؟ نتوما كتضربوا بداك القرطاج اسميتو اللي كتعرف كتبها تما انواغ ولا ابلون ولا شي حاجه، بق بق كيدير غير بق وما تيقتلش. جيني راه القضيه ديالكم شي شويه كيكا، نتوما راه غادي في الطريق الغلط. ما توقفش دير واحد الوقفه ودير واحد النقد ذاتي لنفسك وتعتذر للسي محمد تحفه وتعتذر ليا وتعتذر للمهم وتعتذر لبلادك. راه عندك تعتقد على انك جالس من مورا الميكرو غادي تغير شي حاجه، لن تغير شيئا ولن تكون معارضا مثل تحفه او مثلي، كن هادي لا تربينا في المعارضه. وكان شتي الاخطاء نتاع الجمهوريين دابا ولاو هما المعارضه، شتي كيديروا؟ ديرهم تصط حيت الجمهوريين ماشي بصح، غير الجمهوريين طلعوا طاحوا في الخندق ديالهم ما بقاوش، هادو هما المعارضه. شتوها؟ راه قبل من هادي كنت تكلمت وقلت للجمهوريين وقلت لهم اجيو ونديرو حكومه مغربيه مؤقته في الخارج باش كذا وكذا، وشرحت لغد ليه غادي يخرج واحد غيديروا واحد الجمعيات هذا الجمهوريين وشي وحدين كاع غادي يديروا مغاربة العالم. رقم عب علي ود العكاري ود العلوم السياسية دابا هذا ولا مناضل، هذا ملكي وهو اللي دخل زينو وكاع المغاربه الشرفاء والناس ملكيين، اقسم يمين بالله الى ناس ملكيين حتى النخاع ضد الفكره يدخل زينو، اولا جزائري، ثانيا سميتو شده الود شد ودخلوا وجابوا ليه الاعلام وعطاوه في، ودابا كيهضر على المعارض. كيفاش انت معارض؟ انت كتريب الاسر، انت كتضرب القيم الاخلاقيه، انت يا خص النقيب ديال المحامين يعيط لك، خص في البرلمان يعيطوا لك الرجال فين كانت منيب
انا نسيت منيب هذيك مع سميتو الحركه النسويه وسميتو كانوا عيطوا لك في البرلمان على العيش كدير شكون اللي عطاك شكون اللي خلصك الطياره بحال دابا راه الطيران انت ما غتخلصهاش وتحفه ما غيخلصهاش راه الشعب المغربي اللي غيخلصها حنا عارفين من جات القضيه يلا نتسنطوا وكنتاكدوا ولكن كنامنوا بالمؤسسات ودولة المؤسسات من داخل البلد ولذلك اقول لامل وسعاده موعدي معك عما قريب امام القضاء القبرصي وامام القضاء المغربي اتمنى ان تتوقفي عن هذه الترهات واقول للزميل بيتو على انه موعدنا معك انا والاخ تحفة عند جمعيه المحامين بقبرص عن الامور التي قمت بها هذا الصباح والتي تتنافى اخلاقيه مهنه المحاماه وتتعارض بالمطلق شتي فينا هي جمعيه المحاماه نتاع المغرب والنقابه نتاع المحاماه ديال المغرب زينو اللي دخل راه كتنافى مع القيم الاخلاقيه ولا الديونتولوجي ديال المحامي علاش ما تهضروش شي وما تكلموش وهذيك راه جريمه ضد الوطن وضد القيم الاخلاقيه وضد الدستور وضد الاسلام وراه ما فيهاش تقادم واش عرفت السي المحامي ما فيهاش تقادم بمعنى ملي غندخل انا غادي نحكم غادي نجبدها ليك قوي وغادي نحاكمك ايوا دير لك شي ملف وجد دافع على راسك تتعارض بالمطلق مع الأخلاقيات ومع القانون الذي ينظم المهنة المحاماة وتقاليدها وأعرافها المتعارف عليها عالميا مرة أخرى بدنا نحيي كل المتعاطفين كل المتعاطفين إخواني أخواتي راكم سمعتوا هذا المحامي هذا اللي كدفع على الفاسدين والناس ضد الوطن وضد الشعب راه هذاك مات بل على الدرابو اللي نتوما كتعاملوا به اوكي وشتم القوات المسلحه اللي كتدافع على الوطن وبان على القيم الاخلاقيه اللي كيامن بها واللي كيدافع عليها المرحوم الطبيب العسكري كابتن لما ظلما وعدوانا تيري هذاك نور زينو هذاك الوطن راه ماتوا عليه الرجال والجنرالات وقع لهم مشاكل وكيخرج كيدافع عليهم كيشتم فيهم وهذا دخلوا وهذاك راه شتم المرأة المغربية قال فيها حنا عندنا قيم اخلاقية وما كنقولوش هاد الهضرة هادي وهذا اللي حداه راه شتم المغاربة وقال الحجيب بيع المغاربة وخذ الفلوس ونتوسط لك بحال اللي درت مع حجيبه مشيني واسم هذيك خرشش الضابطه خرشش والضابطه خرخش باعها وشرا فيها حيت هو ما عندوش قيم اخلاقيه وكرهت كان فهم القضيه ديالو جا من الفقر والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كاد الفقر ان يكون كفرا الانسان الى فقر غيكفر و شي واحد من الخلفاء غيقول لو كان الفقر رجلا غيجبد عليه السيف وتقاتل معاه ودير معاه الحرب حيت الفقر ولكن ما خشوش يبيع ويشري في الناس دابا راه في الميريكان الحمد لله حنا عندنا قيم اخلاقيه في الميريكان والدستور ديالنا ما كيسمحناش نبيعو ونشريو في الناس هذيك تسمى في البشر راه كتعرف تحفة انا راه فيا 12 شهاد انا راه كنخلص كاع نتوما اللي كتخلصوا المغاربه الجمهوري والملكين في امريكان انا كنخلصوا ضرائب عندي الحق اوي نكتب بك الرسائل الكونغرس الامريكي وشي برايسات ها غيحيدوك الجنسيه الامريكيه وترجع تاني للبركيه ديالك تاني الى باقا مازال تما البركه الى ما بنات فيها محمد السادس شي حاجه التحية نضالية وشتيادنا شتياد شي كلشي هادشي كلشي الأصل ديالو داركم
المهداوي فسحه، وعاوتاني فسحه مع فسحه هو اللي كبر الصوره ملي غادي يطلع هاد السيده هادي مع دريس دريس فرحان. او شكون اللي غيعطي الحجه بلي ما وقع والو وداك الشيء ما كاين والو؟ وهو هاد الجمهوريين هادو، حجيب مع زكريا. لا غد لي هادو غيطلعوا في الطياره، وها هما دابا كيلعبوا عندنا المناضلين. سمعتوها؟ ايوا دابا قولوا لهاد الجمهوريين يردوا عليهم ويقول لهم تاهما ماشي مناضلين، ما يقدوش عليها. علاش؟ حيت راه تاهما كيتفاوضوا معاهم. غرر بهم. اذا تحيه نضاليه، وما تنساش تشاركوا في القناه اللي كتعم الفائده.